نوفر كل الرعايه الصحيه والرعايه الاجتماعيه لكل المساجين، بنحط في اعتبارنا ونصب اعيننا اهالي المساجين، بنحقق لهم كل طلبات، كل الالتماسات بتاعتهم اللي هي نقل المساجين لاماكن قريبه منهم بنوفيها بتوجيهات من السيد الوزير على طول. لم شمل الاسر، لو في ثلاثه او اربعه اخوات كل واحد في سجن بنحطهم في سجن واحد علشان نوفر ونخفف عبء الزياره لاهليته. حضرتك الفندم هو طرايش قدام عينك، الفندم الطرايش قدام عينك، ده بيلعبوا كله. كان هو انت مش سالتيه يا فندم، كلكم سالتوه واتضح انه بالفعل ده بيحصل يومي. اتفضل يا فندم.